حمصي فرح والمخرج جورج العلي. عناوين النشرة: بعد النأي عن لبناني الخارج وتهديد بري بتعليق مشاركته في الحكومة، دياب يطلق العمل لتحديد آليات العودة. حتي وزارة الخارجية تستكمل جمع المعطيات والقرار من اختصاص مجلس الوزراء، ونصر الله يحدد موقفه. حق هؤلاء اللبنانيين جميعا بالعودة إلى لبنان، ولا يجوز النقاش في وجوب قيام الدولة بتأمين كل مستلزمات هذه العودة. تحية للجسم الطبي، سامي الجميل يدعو إلى وقفة على الشرفات والتصفيق مساء للأبطال. وفاة أول رضيع في العالم بالكورونا، وترامب لا يرى ضرورة لفرض الحجر الصحي على نيويورك. كلنا عيلة لنكون حد بعض بالأيام الصعبة، لأنه كلنا عيلة لازم نتساعد لنواجه سوا المحنة الإنسانية الدقيقة. كلنا عيلة يومياً بعد موجز أخبار 12 وربع من صوت لبنان. لم يكد رئيس الحكومة حسان دياب يلتقط أنفاسه من جول الكابيتال كنترول الذي وجهه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مرماه، وتم سحبه لصالح الاعتماد على تعميم مصرف لبنان، حتى عاجله بكرة ثانية تتعلق بملف اللبنانيين العالقين في الخارج، مهددا بالانسحاب من الحكومة. فاستجاب دياب على قاعدة سمعا وطاعة قبل انتهاء المهلة، معلنا أن الحكومة مع العودة الآمنة لكل من يرغب من المغتربين اللبنانيين، مضيفا أن هناك مسؤولية وطنية لحمايتهم في الخارج واحتضانهم وفق المعايير التي تحمي عائلاتهم ومجتمعاتهم. كلام دياب لا يتطابق مع كلامه قبل 24 ساعة، وإن كان عدد من مكونات الحكومة سيستفيدون منه في المزايدات الحكومية، مع تفصيل إضافي صغير يؤكد المؤكد أن هذه الحكومة لا تستطيع البت باتجاه أي قرار قبل العودة إلى مرجعياتها. وهكذا بدأ الإعداد للخطوات التنفيذية لتأمين عودة اللبنانيين العالقين في الخارج، التي سيعلن عنها رسمياً بعد اجتماع الحكومة الثلاثاء المقبل، وهو مخصص لمتابعة تطورات الكورونا. هذا التغيير في الموقف الحكومي جاء بعد تصعيد من رئيس مجلس النواب الذي هدد بأنه إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين فسيعلق مشاركته فيها، محددا مهلة حتى الثلاثاء المقبل. رئيس الحكومة حسان دياب الذي ترأس اجتماعا وزاريا طارئا أكد أنه والحكومة مع عودة كل من يرغب إلى الوطن، وأضاف أن وزير الصحة يحضر مع لجنة الطوارئ آلية مناسبة لعودة آمنة. وزير الخارجية نصيف حتي رأى أن قرار عودة اللبنانيين الموجودين في الخارج حاليا من عدمه هو من اختصاص مجلس الوزراء، موضحا للشرق الأوسط أن وزارة الخارجية تقوم بتنفيذ ما يتخذه المجلس من قرارات كما هي حال بقية الوزارات. وكشف أن وزارة الخارجية تقوم حاليا باستكمال جمع المعطيات حول أوضاع المغتربين اللبنانيين من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة عندما يقرر مجلس الوزراء المسار الذي سيسلكه في هذا الإطار. وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا عبر البعثات اللبنانية بمتابعة أوضاع اللبنانيين في الخارج وتقديم المساعدة عند الحاجة، خصوصا فيما يتعلق بالطلاب. وأبدى رئيس مجلس إدارة الميدل إيست محمد الحوت استعداد الشركة لإجلاء المغتربين على نفقتها فور صدور قرار رسمي بذلك. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اعتبر من جهته
أنه لا يجوز أن يكون هناك نقاش حول حق المغتربين بالعودة. حق هؤلاء اللبنانيين جميعا بالعودة إلى لبنان، شو ما كانت الظروف، شو ما كانت المخاطر، شو ما كانت الصعوبات، شو ما كانت التحديات، أصلا ده حقهم الطبيعي، حقهم على بلدهم وعلى دولتهم وعلى حكومتهم وعلى أهلهم بلبنان، على شعبهم بلبنان. هذا حق طبيعي جدا جدا جدا، وهو ليس أصلا موضع نقاش. ولا يجوز النقاش في وجوب قيام الدولة، الدولة كلها، الحكومة جزء من الدولة، بتأمين كل مستلزمات هذه العودة، وأن عليها أن تساعدهم وعليها أن تعيدهم وعليها أن تمكنهم من العودة. رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل طالب بآلية آمنة لإعادة من يرغب من اللبنانيين، غامزا من قناة الرئيس نبيه بري بحديثه عن المزايدة السياسية والشعبية في هذا الملف. منحب نطالب سوريا بأن تزيل أي تدبير بيمنع عودة مواطنيها من لبنان إلى سوريا، ومندعي لتواصل رسمي بين لبنان وسوريا لتأمين هيدا الشيء. فإذا لبنان لا يمكن أنه يتنكر لمنتشريه ويلتفت للمقيمين فقط، بدل التلهي بموضوع جواز العودة أو عدم العودة، وبدل ما نقوم بمزايدة سياسية وشعبية، لازم نوضع أفضل وأسرع وأأمن آلية للعودة. النائب علي بزي أوضح من جهته أنه لا يوجد تنسيق بين بري وبسيل في موضوع المغتربين، لكنه لفت إلى وجود تطابق بما طرحه. الوزير السابق ألا حكيم غرد عبر تويتر كاتبا: من أول الطريق حزب الكتائب يطالب بإعادة اللبنانيين العالقين في الخارج من باب المواطنة، بس لما المزايدة تكون من صالح موقف سياسي أو لمصالح انتخابية خاصة وطائفية، ما في أشطر منهم، بس لما يكون الصوت صوت الحق بلا حسابات ومن منطلق المواطنة بيسكتوا. ختم حكيم تغريدته. في هذا الوقت 21 إصابة جديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 412 حالة، وتم الإعلان عن تعافي 23 حالة وأربع حالات حرجة وتسع حالات وفاة. وتتوزع الإصابات كالتالي: 74 إصابة في المتن، 67 في بيروت، 51 إصابة في كسروان، و41 في بعبدة. وزير الصحة حمد حسن أكد في خلال جولة له في المستشفى اللبناني الكندي في سن الفيل أن تعاطي المجتمع مع الالتزام بالوقاية متفاوت بين منطقة وأخرى، وهذا الأمر غير مريح. ولفت إلى أن هناك خطة لمستشفى ظهر الباشق ضمن خطط وزارة الصحة في المرحلة الثانية. عم نقول لأهلنا بالمتن نحن بحاجة، خاصة بس يكون عنا عدد عالي من الإصابات بمنطقة جغرافية معينة، أن نلاقي البديل، والبديل اليوم وجد، ونحن إن شاء الله بالتعاون المشترك لح نكون جاهزين بفترة وجيزة لاستقبال الحالات ورعايتها بتعاون بين المجتمع المدني، بين مرجعيات السياسية وبين وزارة الصحة، وبالتالي مع الحكومة. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل حي الجسم الطبي على ما يقدمه من تضحيات في سبيل إنقاذ مصابي الكورونا، ودعا إلى الوقوف على الشرفات عند 8 من مساء اليوم للتصفيق للأبطال. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ولي جنبلاط وجه التحية كل التحية لكل فرد أو حزب في الوطن في هذا التحدي، تحدي الكورونا، وقال: نحن في أول الطريق، نكون أو لا نكون. وزير التربية طارق المجذوب سيوضح في الأيام المقبلة السيناريوهات المحتملة للعام الدراسي الحالي وتفاصيل الامتحانات الرسمية بعد استشارة المعنيين بالشأن التربوي، بحسب بيان صادر عنه. في هذا الوقت أثارت إزالة القوى الأمنية خيام المعتصمين في ساحة الشهداء في وسط بيروت امتعاضا في صفوف الناشطين والمعتصمين، وبرر وزير الداخلية محمد فهمي الخطوة لافتا إلى اضطرار القوى الأمنية إلى إزالتها في ظل ازدياد التعديات على الأملاك الخاصة وعلى المارة في المكان، مشيرا إلى إشكال حصل مع أحد سفراء الدول الأجنبية، وإذ أبدى تأييده للمطالب المعيشية المحقة للحراك لفت إلى عملية تعقيم الخيام في ساحتي الشهداء ورياض الصلح
التي تمت في الأسبوع الفائت وأتت في إطار حماية المتظاهرين السلميين من خطر الكورونا وكبادرة حسن نية تجاههم. الكورونا في العالم بعد الفاصل. الكورونا إلى أين؟ هل الإجراءات الحكومية كافية؟ وما هو المطلوب؟ والاقتصاد والسياسة إلى أين في ظل البطالة والتجميد؟ الجواب مع منسق الإدارة السياسية في الكتلة الوطنية أمين عيسى في كواليس الأحد 9:30 صباحاً. أعداد وتقديم الدكتور شرب المارون عبر صوت لبنان. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بالكورونا حول العالم تجاوز 571 ألفا والوفيات أكثر من 26 ألفا. الإصابات دوليا مع تريز الخوري. في الولايات المتحدة أعلن عن تسجيل 453 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى أكثر من 2000 شخص. وفي حالة نادرة أعلن عن وفاة رضيع أمريكي بفيروس كورونا وتجري التحقيقات في الأسباب الفعلية. رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس من الضروري فرض حجر صحي على نيويورك، لكنه طلب إصدار تحذير قوي من السفر إلى الولاية. وحذر المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الأوبئة قاطني ولايات نيويورك ونيوجيرسي من السفر غير الضروري خارج ولاياتهم لمدة 14 يوما. حذر رئيس الوزراء البريطاني من أن بلاده ستتجه نحو الأسوأ بالنسبة إلى انتشار فيروس كورونا قبل أن تبدأ مرحلة الانفراج، وذلك مع تخطي حصيلة الوفيات عتبة الألف بعد تسجيل 260 وفاة في يوم واحد. الصين أشارت إلى تراجع ملحوظ وسجلت 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة الماضية، أقل بعشر إصابات عن اليوم السابق. نيوزيلندا سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا أيضا. الفاتيكان أعلن أن الفحوص التي أجريت في المبنى الذي يقيم فيه البابا فرانسيس أكدت أن البابا ومساعديه القريبين ليسوا مصابين بالكورونا بعدما أثبتت الاختبارات إصابة أحد سكان المبنى بالفيروس. عربياً، مددت السعودية تعليق الرحلات الجوية الدولية ورحلات الطيران الداخلية، وكذلك علقت الحضور إلى مقار العمل في الجهات الحكومية عدا الجهات المستثنات، وكذلك في القطاع الخاص حتى إشعار آخر. وأوضحت وزارة الداخلية أنه سيتم تمديد تعليق نشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات حتى إشعار آخر. مصر أعلنت عزل عدد من القرى في المنيا وبورسعيد والبحر الأحمر والمنوفية للحد من انتشار الكورونا. تسلم اللواء اللوجستي في الجيش اللبناني عبر مطار رفيق الحريري الدولي كمية من الأسلحة بالإضافة إلى اعتداد وذخائر عسكرية لتدريب الوحدات الخاصة مقدمة من السلطات الأمريكية، وتأتي هذه الهبة ضمن إطار برنامج المساعدات الأمريكية المخصصة للجيش. أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار داخل مخيم عين الحلوي على شخص يدعى بيرام في منطقة قريبة من حاجز الحسبي، ما أدى إلى مقتله على الفور. أعلنت السعودية التصدي لصاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه مدينة الرياض، مشيرة إلى إصابة شخصين بجروح. أطلقت كوريا الشمالية اليوم صاروخين باليستيين قصيري المدى على ما يبدو في المحيط قبالة ساحلها الشرقي في أحدث تجربة تقوم بها، ونددت كوريا الجنوبية بالعملية ووصفتها بأنها غير لائقة في ظل تفشي الكورونا في العالم. ختام النشرة مع الأحوال الجوية. الجو غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرقة قد تشتد أحيانا. كان في هذه النشرة بعد النأي عن لبنانيي الخارج وتهديد بري بتعليق مشاركته في الحكومة
دياب يطلق العمل لتحديد آليات العودة. حتي وزارة الخارجية تستكمل جمع المعطيات والقرار من اختصاص مجلس الوزراء، ونصر الله يحدد موقفه. حق هؤلاء اللبنانيين جميعا بالعودة إلى لبنان، ولا يجوز النقاش في وجوب قيام الدولة بتأمين كل مستلزمات هذه العودة. تحية للجسم الطبي سامي الجميل يدعو إلى وقفة على الشرفات والتصفيق مساء للأبطال. وفاة أول رضيع في العالم بالكورونا، وترامب لا يرى ضرورة لفرض الحجر الصحي على نيويورك. بهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت لبنان.